مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معك جوزيف ظهري محلل ومدرب معتمد. بهذه طبعا الجلسة الصباحية اللي بنقوم فيها بتغطية مباشرة عن معظم العملات والأزواج الرئيسية، وبجلسة اليوم بالتحديد رح نشرح فيها بعض التحركات اللي عم بتصير، ولكن هل يا ترى هذه التحركات ممكن الاستفادة منها والاستثمار فيها، أو لازم التجنب بالسوق بالوضع الحالي وبالوقت الحالي كمان ننتظر إشارات أخرى وفرص استثمار أخرى؟ بالنسبة لنا طبعا مع انخفاض العملات الرئيسية معظمها وارتفاع معظم الآخر، هذا الشيء بحدد على أنه التقلبات والفولاتيليتي مرتفعة بالسوق بالوقت الحالي. في البداية بدي أحذركم من المخاطر اللي ممكن تكون موجودة عنا، وممكن أنه الخسائر تتجاوز مبلغ الإيداع الأولى، فبهذه الحالة من وراء السليبج والمخاطر الموجودة عنا بدكم تنتبهوا بشكل جدي على التداول بسوق الفوركس. لكن في البداية بدي أشرح شوية إذا بدكم تفاصيل عن العملة الأوروبية الموحدة اللي ابتدت إذا بدكم بالانخفاض مع معظم العملات الرئيسية مقابل تقريبا الدولار الأمريكي، ولكن بشكل أو آخر رجعنا اكتشفنا أنه عندي بعض التغيرات ب إذا بدكم الاتجاهات، وهذا بيعني أنه ممكن طبعا نشهد بعض الأمور الخطيرة بتقريبا التداول بجلسات القادمة. اليورو دولار من وراء ما شاهدنا إذا بدكم انخفاض من مستوى أو من قمة 114.90، وابتدينا بزيارة تقريبا مستوى 114.35 114.30. هذه المناطق اعتبرنا أنه هي عم تحدد إشارات سلبية، ومن ثم رجعنا ابتدينا بالارتفاع عن جديد. هلأ ايضا بجلسه امس كنا شاهدنا ارتفاع لاسعار الذهب، اسعار الذهب كانت عم تسجل ادنى مستوياتها قرب مستوى ال 1279، ومن ثم بشمعه واحده 5 دقائق رجعنا شاهدنا على انه طبعا ارتفاع ضخم حصل عنا على رسم بيان الذهب. فبهيدي الحاله التوقعات والتقلبات اللي عم نشهدها ممكن تكون خطيره، ليكو الارتفاع شو كان ضخم على اسعار الذهب بجلسه امس، هذا الارتفاع اللي عم بتكلم عليه عم بتكلم على ارتفاع تقريبا بحدود ال7 دولارات، وانتم عارفين التحرك يعني 7 دولارات بالنسبه لاسعار الذهب عم تكون منا اذا بتكون قليله بالنسبه للتقلبات والامور اللي عم نشهدها على اسعار الذهب. هلا يعني عم نشهد اكثر شيء 10 و15 دولار تحرك على اونصه الذهب، وهذا الشيء طبعا بيعني انه ممكن يكون عندي بعض الامور الغير اذا بدكم خليني اقول خطره بالسوق او بالتشنجات اللي ممكن تكون عم تحصل بين الدول الكبرى. هلا بالنسبه لنا الشيء اللي بدنا نعمله هو انه نعتبر او ناخذ اتجاه معين ببالنا، ونقدر نحدد السيناريو المفترض لمعظم العملات الرئيسيه اللي ممكن تكون عم بتاثر على التقلبات بالجلسات القادمه. هلا اذا عم نشهد نحن ارتفاع اسعار الذهب بشكل مفاجئ ومن ثم انخفاض وارتداد عن جديد، يعني عم نتكلم على ضعف اونصه الذهب، وتم تثبيت مستوى تقريبا 287 بقمه معينه، عم بتشوفوا عندي قمتين على هذا المستوى، فبالنسبه لنا رجعنا ارتدينا ورجعنا فريق الذباب سيطر على رسم البياني، فمراكز البيع رح خليهم انا، نحن داخلين مراكز بيع على مستويات ال 1291 74، انا بالنسبه لي اختراق بعد عن جديد مستوى ال 1291 ممكن تكون امور منا جيده بالنسبه لفريق الذباب، يعني اذا بدي اعلي هيدا الخط لمستويات تقريبا 1291 يعني عندي اخر قمه انخفضنا منها، يعني بكون تقريبا اذا بدكم السيناريو الاخر اللي هو ممكن يكون ماشي عندي بسيناريو مختلف ايجابي كمثلث ميل على ارتفاع، وبهيدي الحاله بكون عندي مثلث يتضمن اي بي سي دي اي، وهلا ممكن نشهد ارتفاع لاسعار اونصه الذهب لزياره وتثبيت مستوى 1288 تقريبا، ومن ثم ويف اي واختراق طبعا لميلة فوق. فبهيدي الحاله عندي هذا السيناريو، طالما نحن باسعار الذهب بعد ما قدرنا نخترق مستويات او ادنى مستويات القاع اللي تم تسجيله على 1277 تقريبا 76 60، هذه المستويات اذا في حال ما تم اختراقها يعني نحن بعدنا بمثلث اللي هو ايجابي. اوكي هلا يعني اذا في حال رجعنا انخفضنا بجلسه اليوم واغلقنا بشمعه تحت مستوى ال 1277، ساعتها بنكون ابتدينا بالمرحله الثالثه اللي هي المرحله التصحيحيه ويف سي، تلقب ويف سي بغض النظر عن اسمها. صباح الخير استاذ سمير، اهلا وسهلا فيك. اختراق لكن هذه المستويات بتاكد على انه الاتجاه السلبي والسيناريو السلبي بعده موجود وبعده ان بلاي. هلا بالنسبة لأسعار الذهب طبعا إذا في حال محافظة ضمن هذا النطاق الأفقي أو المرحلة الأفقية بين مستوى 1280 و 1290، هذه العشر دولارات يعني نحن بعدنا بالنطاق الإيجابي وممكن نرجع نبتدي بالارتفاع. فنحن هذه المستويات مهمة جدا للأخذ بعين الاعتبار إذا في حال هل يا ترى رح يتم اختراقها ولا لا. هلأ
هذا السيناريو والمرحلة الأفقية على أسعار الذهب عم تعطينا أيضا فكرة عامة عن العملات الرئيسية، مثل أسعار، خلينا نقول مثل اليورو دولار. اليورو دولار اللي هو من العملة الرقمية، طبعا عفوا العملة الأوروبية، اللي هي عم تعطيني إشارات على أنه ممكن يكون عندي اتجاه صاعد بالمراحل القادمة. شو يعني اتجاه صاعد؟ عم نتكلم على مرحلة ممكن ارتفاع 30 أو 40 أو 50 نقطة أقل له بالجلسات القادمة، وهيدا من وراء طبعا إشارة إيجابية حصلنا عليها على رسم بين الأسبوع وبعد ما اخذت مجريها. يعني اذا بتلاحظوا على رسم بين الاسبوعي، خلينا نمحي الانديكيتورز شوي صغير لناخذ بعض الفسحه او المجال، اوكي. لكن بالنسبه لنا النمط الاحتوائي اللي تم تسجيله على رسم بين الاسبوع اللي عم تشوفه امامكم، رح ضويها باللون الازرق، اوكي، رح ضويها باللون الازرق، شيبس راوند، اوكي. هذه الشمعه اللي عم تشوفوها في الوسط، هذه الشمعة اللي هي طبعا عطتنا إشارة إيجابية ونمط احتوائي تسجلت أو تم تسجيلها على رسم بين أسبوعي. هلأ بالنسبة لهذه التحاليل التقنية البسيطة من وراء نمط احتوائي، نتوقع آخر قمة يكون الهدف طبعا. آخر قمة يعني عم نتكلم على مستويات تقريبا 118 أو 117.50، يعني من المفروض أنه نحن كنا مع افتتاح هذه السنة نتوقع ارتفاع زوج اليورو لزيارة وملامسة مستوى 117.50. ولكن هل يا ترى ممكن بهذه الجلسات القادمة؟ هل عم نتكلم طبعا لازم ننتظر انتهاء المثلث لأسعار الذهب ليرجع يبتدوا بالارتفاع سويا. هذه الكوريليشن، وبغض النظر دخول الذهب بمرحلة أفقية، بتخلي اليورو دولار، أوكي، تدخل بشوية تذبذبات أفقية اللي هي بتمنع الموجات الاندفاعية بالبداية. شو يعني؟ يعني نحن إذا في حال شايفين اتجاه صاعد لليورو دولار وأسعار الذهب بعد بهذا المثلث وبالمنطقة الأفقية، نتوقع أن اليورو دولار رح ينطر الذهب ورح يطول باله لا يمشوا سويا او ينتظروا نقطه اختراق مميزه. وهذا الشيء طبعا ممكن يكون عند صدور بيانات معينه او اخبار معينه مهمه جدا على الدولار الامريكي ويبتدوا بالارتفاع. هلا نحن كمحللين تقنيين عم نفكر بهذا السيناريو اللي هو سيناريو ايجابي للعملات الرئيسيه مع اسعار الذهب تقريبا، ولكن اقتصاديا مع بدايه سنه 2019 ومع بدايه تقلبات اللي هي في الولايات المتحده ودعم دونالد ترامب للبطاله ولمعدل التضخم والانفليشن ولكل الامور الثانويه اللي هي خلينا نقول مثل الهيلث كير، اوباما هيلث كير اللي هي طبعا برنامج الصحه في الولايات المتحده، فبهذه الحاله نتوقع انه يكون عندي ضغط اذا بدكم ايجابي من الدولار الامريكي على العمله الرئيسيه، اوكي؟ فطبعا هلا يعني ضغط ايجابي عم نتكلم على امور اذا بدكم شوي صغيره فيج اذا بدكم او منا واضحه، ولكن ضغط ايجابي من الدولار الامريكي على العمله الرئيسيه. عم نتكلم على عده سيناريوهات، يعني عم نتكلم على موجة ارتفاع للدولار الامريكي، عم نتكلم على ضغط سلبي لليورو دولار لمستويات ال 108 وحتى اقل 105، واسعار الذهب عم نتكلم على موجة انخفاض جديدة. ولكن هل يا ترى ممكن يكون عندي بعد موجة صغيرة تصحيح بالاتجاه الصاعد قبل ما نبتدي هذا السيناريو؟ طبعا وارد، يعني بكون شهر يناير او شهر جانوري عم ياخذ بعد مجريه اكثر واكثر كرمال نتعمق بالسوق ونرجع ناخذ هذه الاشاره ونقطه دخول مميزه. ما في شك انه اليورو دولار بعد ما اعطاني اشاره سلبيه، ما في شك انه اسعار الذهب بعد ما اعطتني اشاره سلبيه، ولكن نحن كنا عم نستبق الامور ودخلنا بمراكز بيع قرب مستويات 1290، ومن الواضح انه هو تقريبا داخل بمرحله افقيه. خلينا نقول هلا بغض النظر عن هذا الموضوع، اليورو دولار خلينا نقول اذا في حال بدنا نبتدي بالارتفاع كحد اقصى مستويات ال 117.40 رح تكون مستويات مغريه جدا لدخولنا بمراكز بيع، اوكي؟ هلا نحن كمضاربه ندخل بمراكز شراء من هذه المستويات الحاليه؟ طبعا لا، لانه هل يا ترى عندنا شيء اشاره ايجابيه؟ لا. بالنسبه لنا الدخول بالسوق لازم يكون عندي اشاره ومستندات او خلينا نقول شيء بيدعم نظريتنا. اذا في حال انا عم بقول لكم هذا مجرد سيناريو مفترض، ارتفاع اليورو لهذه المستويات وانخفاض، ما في انا بكل بساطه اخذ اشاره دخول بمركز شراء ومن ثم بيع. لازم انتظر اشاره، ممكن انتظر اشاره بيع من هذه المستويات اذا وصل للسوق، او انتظر اشاره سلبيه من الشموع اليابانيه لادخل بمراكز بيع، ولكن ما عندي اي اشاره بتدعم نظريه الارتفاع. فهذا الشيء بدكم تنتبهوا له على طول من ورا ما تدخلوا ايضا على مجتمعات اذا بدكم، او على قناه تليجرام، او على اي شيء ممكن يكون عم يعطيكم خلينا نقول سيجنلز او اشارات للسوق. ممكن محلل تقني يقول لكم والله انا شايف اليورو دولار انه بيدخل، بندخل مراكز بيع من مستوى 118،
اوكي، بنقوم نحن ندخل بمراكز شراء من مستويات الحاليه وبنقول له طب انت قلت لنا على 118 لازم ندخل بمراكز بيع، انت شريته من هون. طب هذا الموضوع ما انه صحيح، يعني انت ما فيك تجي تقول للمحل التقني انه انا دخلت بمركز شراء لانه انت بدك تبيع اليورو على 118. لا، دخول اليورو على 118 هو سيناريو افضل، يعني انا شايف اليورو دولار لازم ينخفض اوكي، ولكن نقطه بيع مميزه بتكون اكثر اذا في حال انتظرت اليورو دولار لهذه المستويات او لهذه القمه المعينه. هذا السيناريو اللي عم بتكلم عليه دقيق جدا ومهم جدا لكل الاشخاص اللي بيتابعوا قناه تيليجرام، لكل الاشخاص اللي بيتابعوا خلينا نقول جلسات اليوميه او كل الامور اللي تابعه لسوق الفوركس. الدولار كاد على سبيل المثال، دولار كاد كنت قلت لكم انا مثلا عندي نقاط معينه لازم الوصول لها من مستويات 135 136 137، هذه المستويات وانا ابتدي بالانخفاض لزياده مستوى 120. تمام، ابتدى بالانخفاض من مستويات تقريبا 136، ولكن اللي دخل اللي ابتدى اذا بدكم من مستوى 135 او 36 يشتري لل 37 100 نقطه، هذا اللي علق بمراكز البيع. فبهيدي الحاله بدكم تاخذوا بعين الاعتبار على انه نحن بدنا ننتظر مستويات محدده للبيع، ما فينا ندخل بمراكز شراء للوصول للهدف. هلا بدي مر شوي صغير بشكل سريع على الرسوم البيانيه، مثل اليورو كاد على سبيل المثال هو من الرسوم البيانيه اللي اعطتني اشارات سلبيه بموجه رقم 3. وطالما نحن بعدنا شايفين انخفاض اوكي، انخفاض لموجه رقم 3 على اليورو كاد من هذه المستويات وتكملت اتجاه الهابط لزياده مستوى ال 140 على سبيل المثال، يعني نحن بعدنا شايفين ضعف اليورو مقابل الكندي. ضعف اليورو مقابل الكندي يعني مش يعني اليورو دولار لازم ينخفض، يعني ممكن اليورو يرتفع ولازم، ولكن الكندي رح يرتفع اكثر منه. كندي يرتفع اكثر منه يعني عم نتكلم على دولار كاد ينخفض، لان الدولار الامريكي هو العمله الرئيسيه بزوج الدولار الكندي. فبهذه الحاله ضعف الدولار كاد يعني ضعف الدولار الامريكي مقابل اوكي الكندي، وهذا بيعني قوه الكندي. فرح نكفي اتجاه الهابط بالدولار كاد ان شاء الله، وممكن نكون عم نكفي اليورو كاد لزياده طعام جديد اوكي. استاذ انتو طبعا الاسترليني دولار عامل انجلفينج باترن، وانا كنت مطلع عليها وشايفها بكل بساطة، شايف هذه الشمعة اللي هي النمط الاحتوائي، وكنت حاب انه ادخل بمراكز بيع على مستويات الحالية. هلا انا طبعا بالنسبة لهيك مراكز انا بحب على طول جربها، كنت بفضل انه الشمعة الاحتوائية تكون على قمة، يعني هلا انتم بتشوفوا انه عندي قمة هون ومن ثم قمة على اليمين اللي هي النمط الاحتوائي. انا كنت بفضل اوكي انه يكون عندي ارتفاع من هذا القاع على سبيل المثال، نحصل على النمط الاحتوائي على اعلى مستوى ومن ثم نبتدي الانخفاض اوكي. يعني ما انا حابب كنت النمط الاحتوائي اذا بدكم المكان تبعه، ولكن ممكن نجربها لانه هلا وصول الاسترليني لهذه المستويات بكل بساطه الوقف الخساره قريب، صح ولا لا؟ فبهذه الحاله نتوقع انه اذا في حال بدنا ندخل بمراكز بيع وقف الخساره ما راح يكون كثير بعيد، اللي هو قرب اخر مستويات او قرب اخر قمه، قرب المستوى ال 128.05 عم نتكلم على 40 نقطه، واذا في حال انخفضنا من هذه المستويات ممكن نوصل لمستويات ال 126.15 126.15، انا عم بتكلم تقريبا بحدود ال 150 نقطة من المستويات الحالية. فطبعا يعني ما في شك انه مغري جدا هذا الاستثمار او هذه الفرصة مغرية جدا. خلينا ندخل بمراكز بيع بنصف عقد ونمتحن هذا الريسك الموجود عندنا اوكي. ولكن كنت قلت لك استاذ انتو انه انا بفضل انه يكون عندي ارتفاع لقمة معينة من وراء الموجة التصحيح كلها، يعني تكون النمط الاحتواء على اعلى مستويات، ولكن مش غلط. خلينا ندخل مراكز بيع استرليني 0.5، خلينا ندخل وقف خسارة او موديفاي اوردر اوكي على مستويات 128.10 1.2810 اوكي. هذا وقف الخسارة 128.10، وين بتسائب 128.10 عظيمة، يعني فوق نمط الاحتواء اللي تم تسجيله عندي، وانا توقع تكمل اتجاه الهابط لسترلين دولار. وهذا بالسيناريو اذا في حال مشي بيدعم نظريتنا، يعني انا التحاليل التقنية اللي عم نقوم فيها على الرسوم البيانية بتدعم نظريتنا على انه لازم السوق ينخفض، لازم اليورو يضعف امام الكندي،
لازم انه اسعار الذهب تنخفض بموجه اندفاعيه جديده، لازم انه الدولار ين خلينا نقول يقوى. فبهيدي الحاله من الافضل عندي انه نبتدي بالانخفاض بالعملات الرئيسيه، وانا بحيز وبحبذ هذا الشيء انه يكون عندي ضغط سلبي للعملات الرئيسيه. انا بالنسبه لي بنتظر مراكز معينه او قمم معينه لدخولي بمراكز بيع وليس الشراء. فانا على طول هلا بالوقت الحالي منتظر استرليني دولار لاخذ فرصه بيع عليه، منتظر اسعار الذهب لارجع اتاكد من اختراق مستويات معينه ودخول بمركز بيع، ناطر اليورو دولار ليعطيني اشاره بيع لدخولي بمركز بيع. هلا بالنسبه ل خلينا نقول العملات الرئيسيه والمؤشرات والى اخره، عندي النيكي. النيكي هو من المؤشرات اللي عم بيعطوني اشاره بيع، والنيكي طبعا من المؤشرات اليابانيه جيرمن عفوا الجابانيز اندس اوكي، او المؤشر الياباني عم بيعطيني تسجيل ثلاث موجات تصحيحيه. وايضا عند الموجه الثالثه ليكو التفكير كيف يصير يجر بعضه. نحن بكل بساطه وبكل جلسات اللي عم نشرح فيها التحاليل التقنيه عم نرجع نعيد تقريبا نفس الامور، يعني ثلاث موجات تصحيحيه بندخل في بوناتشي اكسبانشن على اخر قمه، بندخلها على القاع على اليسار، على القاع على اليمين، وبنرجع بناخذ اشاره منها، اوكي؟ فبهيدي الحاله طبعا نفس السيناريوهات عم ترجع تندرس عندي، على انه تقريبا وصلنا لمستويات ال 100% في بوناتشي، وبهيدي الحاله اصبحنا بمنطقه خلينا نقول تشبع بالشراء، ومن المتوقع انه نبتدي باشاره سلبيه والضغط السلبي. واللي بيدعم نظريتنا على رسم بيان الساعة عندي مثلث ميل على ارتفاع. شو يعني مثلث ميل على ارتفاع؟ يعني رايزنج ويدج. شو يعني رايزنج ويدج؟ يعني بداية انخفاض واختراق من ميل التحت لأقله زيارة القاع تبع المثلث. القاع تبع المثلث يعني بداية إذا بتكون المثلث أوكي اللي هو تقريبا قرب مستوى 19978، يعني عندي تقريبا سيناريو انخفاض بحدود ال 400 أو ال 500 نقطة من هذه المستويات. النيكي كل نقطة هي عبارة عن 25 دولار أو جابانيز اندس، هذا هو جي بي 225، عبارة عن 25 دولار لكل نقطة. انتبهوا، يعني اذا في حلبك تدخل ب 0.1 عم تتكلم على دولارين ونص لكل نقطه، وبيتحرك 100 و150 نقطه بالنهار، يعني عم نتكلم بشكل ضخم مينيموم التحرك، يعني يكون بحدود ال 250 لل 500 دولار اذا في حال دخلت ب 0.1. ولكن انا بالنسبه لي حابب انه ادخل بمركز بيع على الجابانيزيان من هذه المستويات، ولكن في حساباتي الشخصيه هذا الحساب بدي خلي حساب اللي عم بتداول فيه انا وياكم، بدي خلي الامور تكون سيف اكثر وبامان، وخاصه مع بدايه سنه 2019. فهذه فرصه استثمار ولكن ليست مطبقه على الرسم البياني او على حسابنا اللي عم نتداول فيه امامكم. ولكن اذا في حال طبعا حاب احد الاشخاص يدخل فيها مع وقف خساره فوق اخر كم وصلت عنا لمستوى ال 100% في مناتشي، يعطيها شوي مجال بحدود ال 20 و 30 و 50 نقطة فوق هذه المستويات. فبكل بساطة النيكي إذا في حال توقعنا انخفاض النيكي أو المؤشر الياباني، هذا بيعني انخفاض للمؤشرات الأمريكية للداو جونز والاس بي 500. انخفاض للمؤشرات الأمريكية بتعني ارتفاع لأسعار الذهب. فبهذه الحالة ومن وراء هذه الجلسة نحن أكيدين من اللي عم نسمعه على أنه أصبح عندي بعض التقلبات الغير واضحة بالنسبة للتحركات على اليورو على استرلين على الذهب وعلى الدولار كاد. هيدا بدل على خطورة السوق بالوقت الحالي. خطورة السوق لازم نقلكم إياها، لازم نقلكم، ولو حتى المحللين التقنيين عندهم شوي خبرة أكثر بالرسوم البيانية ما عم يقدروا يلاقوا فرص استثمار مميزة للدخول فيها. هلا بالنسبة لي كرمال حماية الفرص أو الفرص الاستثمار اللي داخل فيها، رح أعدل وقف خسارة تبع الذهب لأنه في 273 دولار ربح، رح أعدله من مستوى ال 1300 لمستوى ال 1292 اللي هو وقف خسارة على المستويات أو نقطة دخولي 1292 أوكي. يعني أصبحت نقطة دخولي هو وقف الخسارة، يعني زيرو ريسك اوكي، زيرو ريسك لاسعار الذهب او لمركز الذهب. الاسترليني دولار ابتدينا نشوف فيه بعض الارباح 30 دولار شيء بسيط، ولكن بالنسبه لنا طبعا ابتدى يمشي السوق، ان شاء الله يكفي معنا. هيدي المركز تقريبا يعني من استاذ انتو، انا كنت شايف هذا الرسم البياني ولكن هو اللي ضولنا عليه، فان شاء الله يكون مركز رائع ونستفيد منه كلنا. هلا بالنسبه للامور الاخرى البيتكوين،
العملة الرقمية المشفرة عم نشهد ارتفاع لقلقة، طبعا ارتفاع صحيح ما في شك انه ارتفاعها فوق مستويات ال 4000 ما ضاين، 4200 دولار فجوة سعرية عن جديد بالاتجاه الهابط، شمعة ايجابية اذا بدكم غير واضحة من مستوى 3500 لمستويات 3900 ومن ثم فجوة سعرية وانخفاض عن جديد، ما قدر ضاين السوق. هلا هل يا ترى عندي سيناريو عليه؟ طبعا عندي سيناريو عليه، ممكن تكون تصحيحية، ولكن اللي عم شوفه انا انه ممكن يكون عندي انفرس هيد اند شولدرز ونمط الراس والكتفين، اوكي انخفاض بعد لهذه المستويات ممكن تعطيني اشاره ايجابيه وزياره عن جديد مستوى ال 4700 وال 5000 قبل ما نكفي اتجاه الهابط. انا نصيحتي لكم خليكم بعد عن العمله الرقميه المشفره عن البيتكوين وعن كل العملات الرقميه المشفره، ما بتعرفوا باي لحظه ممكن يكفوا الانهيار تبعهم والفري فول او الكراش اللي اوريدي ابتدوا فيه من مستويات ال 20 الف دولار للبيتكوين. فبهذه الحاله هذه القمم اللي وصلنا لها هي اتس بابل، وهذا البابل طبعا فقع بكل بساطه، يعني الانخفاض والارتفاع باستعمال فيبوناتشي عم نتداول تقريبا قرب مستويات ال 80% وال 88.2%، وهذا بيعني انه هذه اخر امل لفريق الثيران انه يبتدي عن جديد بموجه ارتفاع، واذا في حال ما قدرنا رح نسجل انخفاض اكثر من ضخم لتحت مستوى ال 1500 دولار، يعني تحت مستوى ال 100% فيبوناتشي. الشيء الاخر بنتكلم عليه هو اسعار النفط. اسعار النفط هي من الاسعار المميزه اللي اعطتنا اشاره سلبيه على رسم بين الاربع ساعات بجلسه امس، ورجعنا ابتدينا بالارتفاع عن جديد لتقريبا الوصول الى مستويات محدده واختراقها. هذا النمط الاحتواء اللي حصلنا عليه على هذه المستويات هو فولس سيجنال. طيب نحن كيف ممكن نستفيد او نقدر نخرج من هذه المستويات او نقدر نحدد على انه هذه النمط او هذا النمط الاحتواء اللي نحن على طول بناخده بعين الاعتبار خاطئ؟ اوكي لنقلص المخاطر، خلينا نعمل زوم ان على رسم بين الساعة و30 دقيقة. اوكي هذا هو النمط الاحتواء، هذا الانخفاض هو النمط الاحتواء اللي تم تسجيله عندي، ونحن على طول بندخل وقف خسارة فوق هذه القمة وبننتظر ثلاث موجات تصحية اقله ونبتدي بالانخفاض من المفروض للنمط الاحتواء. اوكي لكل الاشخاص اللي بيتابعوني بجلساتي الصباحية واليومية بيعرفوا عن شو عم بتكلم. على رسم بين الاربعين الاربع ساعات اخذنا نمط احتوائي، اوكي نمط احتوائي خلينا نحدده، وبكل بساطة تم اختراقه. خلينا نشوف كيف ممكن بالجلسات الاخرى نقدر نتحايل على السوق ونقدر خلينا نقول ما يعني نلمس وقف الخسارة بالنسبة لنمط احتوائي حصلنا عليه. خلينا ندخل على رسم بين الساعة، اوكي لكن هذه القمة للنمط الاحتوائي اللي شفناها. هلا على رسم بين الساعة بكل بساطة لازم نشوف، أو خلينا نقول 30 دقيقة، أوكي؟ لازم نشوف بكل بساطة ثلاث موجات تصحيح من ورا هذا الانخفاض. يعني أوكي خلينا بس نوقف عند الرسم البينة نفسه، أوكي عظيم. هلا بالنسبة لنا من ورا تسجيل هذا الانخفاض شفنا نمط احتواء على رسم بين الأربع ساعات. من المفروض إنه ارتداد بسيط بشكل ثلاث موجات يكون قد انتهى عندي الارتفاع، ندخل بمراكز بيع ونعرض وقف خسارتنا على اخر قمه. هذا النمط الاحتوائي هيك بيعطيني اشاره وهيك بقدر استفيد منه. ولكن اذا في حال من وراء ارتفاع ثلاث موجات تصحيه سجلنا ايضا نمط او شمعه عكسيه اللي هي شمعه الجريف ستون دوجي اللي هي تلقب باشاره انعكاسيه، وابتدينا بالانخفاض ولكن الانخفاض ما قدر يتم عليه السيطرة التامة من قبل فريق الدبب، جانا ارتفعنا بشمعة خضراء واخترقنا هذه الكمة، بكل بساطة لازم نغلق مراكز البيع. نغلق مراكز البيع يعني أنا عم بوفر على حالي وقف خسارة على مستويات 48 70 أو 80 بدل 49 20، وفرت 50 نقطة. هذه ال 50 نقطة طبعا بدل ما أعطيها للسوق قدرت أعرف على إنه بكل بساطة النمط الاحتوائي ما راح يمشي، طبعا ما راح أدخل بتفاصيل أكثر اللي هو المومنتوم ومؤشر المومنتوم ومؤشر الزخم كرمال نقدر نعرف إذا في حال السوق عم يعطيني هالإشارة الجدية ولا إشارة سلبية فولس بريك أوت أو فولس سيجنال وغيره من هذا الموضوع. فبهيدي الحالة نحن مؤشر المومنتوم رح يكون عم بشرحه، او مؤشر الزخم رح يكون عم بشرحه بجلسه بعد الظهر اليوم ان شاء الله، كرمالنا نكون عارفين كل اشاره بنشهدها او بنحصل عليها من السوق ومن الشموع اليابانيه اذا هل يا ترى جديه ولا لا.
بكل بساطة على رسمين استرليني، اوكي؟ إذا في حال بدنا ناخذ المومنتوم ممكن نكون هلا قد اكتفينا برسم بينة أو بنمط احتوائي على القمة، اكتفينا بثلاث موجات تصحيحية اي بي سي على هذه المستويات، وباستعمال فيبوناتشي من آخر قمة لآخر قاع، اوكي؟ تم تثبيت مستويات ال 76.4%، يعني من المفروض انه خلص هذا اخر امل لاسترليني انه يبتدي بالانخفاض ويمشي الرسم بياني اليومي اللي هو عليه نمط احتوائي باللون الاحمر، نمط احتوائي يعني شمعة حمراء سجلت مستوى اكثر من الشمعة اللي قبلها واغلقت تحت افتتاحها، وبهذه الحالة احتوتها من فوق ومن تحت، احتوتها يعني نتوقع سيطرة فريق الدببة بالجلسات القادمة لرسم بياني الاسترليني. على طول نشهد ارتفاع عن جديد كرمال شيء يلقب بالذعر او البانيك اتاك لكل الاشخاص اللي دخلوا بمراكز بيع على استرليني، يخسروا مراكزهم وهذا شغله لسوق الفوركس، ومن ثم يرجع ينخفض عن جديد. فنحن انتظرنا ثلاث موجات تصحيحيه، دخلنا بمراكز بيع على مستويات 127.66 يعني قرب هذه القمه، ونتوقع الانخفاض، ولكن وقف خسارتنا صغير جدا، وهذا هو وقف الخساره اللي هو الريسك او المخاطر اللي عم باخذهم ليكو قديش صغيره مقابل الارباح. الارباح اذا في حال بدي انتظرها، اوكي، هذا الريسك اللي هو باللون الازرق مقابل الارباح قرب مستويات ال 126.40 اقله، اللي هي طبعا بتوازي او القيمه تبعها ضرب ثلاثه او اربعه اقله من الخساره، اكثر حتى عم نتكلم ضرب سته او سبعه، يعني عم نتكلم وقف خسارة تقريبا محدود 30 نقطة مقابل 150 نقطة، يعني أقله ضرب خمسة أو ست مرات من وقف الخسارة. وأتمنى لكم التوفيق طبعا بهذا المركز. هلأ بالنسبة لي بدي أنهي هذه الجلسة بالمرور على رسوم بيانية شبه سريعة SP 500، هذا السيناريو اللي هو تابع لموجات إليوت اللي أنا عم برسمه، ممكن يكون عندي بعد موجة انخفاض أخيرة قبل ارتفاع، ولكن نحن إذا في حال اختم اختراق هذه القمة نتوقع طبعا الارتفاع و يعني تسجيل قمم جديده. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. الدولار ين تكرم عينك استاذ، واهلا وسهلا فيك استاذ فردي، اهلا وسهلا فيك وبالجميع طبعا. لكن رح نقوم بتحليل الدولار ين تكرم عينك، يلا بس خلينا نمر شوي صغير على رسوم بيانيه سريعه. بالنسبه لاسعار الجولد وكان على مستوى 1291، توقعنا انخفاض ثلاث موجات تصحيحيه لزياده مستوى 1250 1265، ابتدينا باول موجه تصحيحيه قرب مستوى 79 وابتدينا بالارتفاع. هلا ممكن نرجع ويفسي عن جديد، يعني بعدنا ماشيين بالسيناريو نفسه، قلنا خط انخفاض لزياده مستوى 79 ارتفاع ومن ثم انخفاض، بعدنا ماشيين بالسيناريو نفسه. هذا بالنسبة لأسعار الذهب. بالنسبة لليورو كاد، انتم عارفين ان نحن داخلين بموجة رقم 2 والثالثة بانخفاض ضخم لليورو كاد، وكنا اكثر من دقائقين بشرح السيناريو. اليورو دولار عند مستويات 114.50 114.70، كان المتوقع ان تكون موجة رقم 2، وبعد نحيد السيناريو الهابط، ولكن بعد بدي انتظر اشارة سلبية واكيد لادخل بمراكز البيع. استرليني دولار ايضا نفس الشيء، انخفاض ارتفاع نمط احتوائي، اتوقع الانخفاض وان شاء الله تكون على قد توقعاتنا. ايضا داو جونز ممكن بكل بساطه نبتدي بالارتفاع عن جديد، والارتفاع وصلنا فيه لهذه المستويات، وهلا نحن بهذه الموجه الهابطه اللي هي بموجه التصحيح الثالثه. هلا بالنسبه للدولار ين، ومع نهايه هذه الجلسه رح ننهي الدولار ين بموجه واضحة على انه هي هذه موجة تصحية بنفق ميل على ارتفاع، وما في شك انه نحن ممكن نستفيد منها بكل بساطة، ولكن اتوقع يكون عندي بعد موجة ارتفاع لتثبيت مستوى 129-159 قبل ما نرجع نفكر بموجات تصحية على المدى الوسط للطويل لزيادة مستوى 107 ومن ثم الارتفاع. فبكل بساطة هذا النمط او هذه الموجة التصحية بنفق ميل على ارتفاع بتدل على انه طبعا ممكن يكون عندي انخفاض، ولكن هل يا ترى انتهينا من الموجة التصحيحية؟ اوكي، طبعا لا، ممكن يكون عندي بعد موجة ارتفاع لزيادة مستوى 139-149 و109.40، ومن هيديك المستويات رح نرجع نفكر بسيناريو مفترض اخر ونشوف اذا عندي سيناريو للبيع، او رح نرجع نفكر بسيناريو مختلف. فخلينا ننتظر هذه الموجة الصاعدة بعد عن جديد قبل ما نرجع نفكر بمراكز بيع. الفلاش كراش طبعا بتخرب التحاليل التقنية، بتخرب الرسوم البيانية، ولكن عم نجرب نحن نحتال عليها لنشوف شو ممكن يكون عندي سيناريوهات قادمة. ولكن الدولارين ما في شك انه ممكن يكون بموجة صعود بالجلسات القادمة. هلا بالنسبه لهذه الجلسه قد انتهت عندي، اهلا وسهلا فيك استاذ محمد، صباح الخير.
بتمنى لكم نهار أكثر من رائع ومثمر للجميع. كان معكم محل التقني جوزيف دهرية من شركة تكمل مباشرة. إلى اللقاء.